قال رحمه الله تعالى: القسم الثالث المختلف فيه في كثرة الخطأ وقلته. ومثال القسم الثالث هو من اختلف فيه هو ممن كثر خطأه وفحش أم من قل خطأه. حكيم بن جبير الأسدي الكوفي فإنه قليل الحديث ولو أحاديث منكرة. قال محمد بن عبد الرحمن العنبري عن عبد الرحمن بن مهدي وسئل عن حكيم بن جبير فقال إنما روى أحاديث يسيرة وفيها أحاديث منكرات. وقال ابن المديني: سألت يحيى بن سعيد عنه فقال: كم روى؟ إنما روى شيئا يسيرا. وقال يحيى: وقد روى عنه كساء زائدة. قد قلت ليحيى: من ترك؟ قال: شعبة. قلت: من أدي حديث الصدقة؟ قال: نعم. ثم قال يحيى: نحن نحدث عمن دون هؤلاء. وقد خرج الترمذي حديث الصدقة في كتاب الزكاة وحسنه وسبق الكلام عليه هناك مستوفى. وقد احتج به أحمد في رواية عنه وعضده بأن سفيان رواه عن زبيد مع محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. وقد أنكر ابن معين وغيره حديث زبيد هذا. وقال ابن حبان في حديث حكيم بن جبير: كان غاليا بالتشيع كثير الوهم، فقد فيما يروي كان أحمد لا يرضاه. وخرج له ابن حبان حديث الصدقة وقال: ليس له حق طريق يعرف ولا رواية إلا من حديث حكيم بن جبير. وحكيم هذا روى عنه الثوري والأعمش وزائدة وغيرهم، وتركه شعبة ويحيى وابن مهدي. وقيل إن يحيى كان يحدث عنه. وقال جوز الجاني: هو كذاب. وقد تقدم أن الترمذي حسن حديثه. وقال أحمد في رواية عنه في حديث الصدقة هو حسن واحتج به. وقال مرة في حكيم: هو ضعيف الحديث مضطرب. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو زرعة: في رأيي شيء ومحل الصدق إن شاء الله. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث، له رأي غير محمود. قال: وهو قريب من يونس بن خباب وثوير بن أبي فاختة. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال الدارقطني متروك. عبد الملك بن أبي ملخص قال عن فيه أنه لا يحتج به، متى ما وجد هذا في الإسناد فإنه يضعف. نعم. وعبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي وممن اختلف في أمره هل هو من فحش خطأه أم لا، هو عبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي واسم أبي سليمان ميسرة. قال أمية ابن خالد: قلت لشعبة: ما لك لا تحدث عن عبد الملك ابن أبي سليمان؟ قال: تركت حديثه وقلت تحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي وتدعى عبد الملك ابن أبي سليمان وكان حسن الحديث. قال: من حسنها فررت. خرجه ابن أبي حاتم العقيلي وابن عدي وغيرهم. وقال وكيع عن شعبة: لو روى عبد الملك ابن أبي سليمان حديثا آخر مثل حديث الشفعة لطرحت حديثه. وقد خرج الترمذي حديث الشفعة في كتاب الأحكام والأقضية وسبق الكلام عليه هناك مستوفى. تقدم أيضا الكلام عليه وأن جماعة من الأئمة صححوا هذا الحديث، منهم ابن معين وحين رجع في ذلك وأنه قد تفرد به عبد الملك قال: عبد الملك ثقة. وتقدم أيضا حكاية قول سفيان وابن المبارك أن عبد الملك الميزان، وهذا دليل على شهرته بين هؤلاء الأئمة بالحفظ والضبط، حيث يسمونه الميزان. قد احتج بعبد الملك الشيخان وغيرهما، وهو من الحفظ والمعرفة والضبط بمكان. وقد تكلم الحافظ ابن عبد الهادي في التنقيح على حديث عبد الملك في الشفعة، وبين الشعبة طعن فيه ولم يصب، وذكر أنه طعن في المتن وأن الشعبة لم يكن فقيها ولم يفهم المتن أصلا، وبين ذلك. وشرح هذا المعنى أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في إعلام الموقعين.
وذهب جماعة آخرون إلى تضعيف حديث عبد الملك في الشفعة، ولكن قال ابن عبد الهادي في التنقيح: كل من ضعف إنما تبع شعبة، لم يكن ضعف اجتهادا. وأما قول شعبة رحمه الله: من حسنها فررت، هذا كما قال غير واحد، شعبة كان سيء القول في عبد الملك، كما كان يحيى بن سعيد القطان سيء القول في ابن إسحاق، وكما كان جماعة أساءوا القول في عكرمة مولى ابن عباس وضعفوه، وكما تكلم العقيلي في علي بن المديني وأورده في الضعفاء، وقد صاح به الحافظ الذهبي رحمه الله في الميزان. نعم. وقد ذكر الإمام أحمد أن له منكرات، وأنه يرسل أحاديث يرسلها غيره. مقصود الإمام أحمد بمنكرات أي المفاريد، كما قال الإمام أحمد رحمه تعالى في حديث محمد إبراهيم التيمي: صاحب منكرات أي صاحب مفاريد. نعم. وقد ذكرنا ذلك في كتاب النكاح في باب تنكح المرأة على ثلاث، وقال أبو بكر بن خلاد أبو بكر بن خلاد وسمعت يحيى وهو ابن سعيد يقول: كان صفة حديث عبد الملك ابن أبي سليمان فيها شيء منقطع ويوصله وموصل يقطعه. وقد وقال أحمد: كان من الحفاظ، وكان سفيان الثوري يسميه الميزان. وذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن نوفل بن مطهر عن ابن المبارك عن سفيان قال: حفاظ الناس ثلاثة: إسماعيل بن أبي خالد، وعبد الملك بن أبي سليمان، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ووثقه يحيى بن معين، وسئل هو أحب إليك أم ابن جريج؟ قال: كلاهما ثبتان. وقال أحمد: لكن ابن جريج في عطاء أوثق من عبد الملك، ومن ثم أعلن رواية عبد الملك سفعاء الخدين لمخالفته لابن جريج، قدمنا ابن جريج عليه. نعم. وقال أحمد: هو يخالف ابن جريج في أحاديث، وابن جريج عندنا أثبت منه، وخرج له مسلم. إنما ترك شعبة حديثه لرواية حديث الشفعة، لأن شعبته هو من مذهبه أن من روى حديثا غلطا مجتمعا عليه ولم يتهم نفسه فيترك ترك حديثه. وقد ذكرنا ذلك عنه فيما تقدم، وروى عن ابن حماد عن ابن مهدي عن شعبة أنه سئل عن من يستوجب الترك، قال: إذا أكثر عن المعروفين ما لا يعرف، أو تمادى في غلط مجمع عليه فلم يشكك نفسه فيه، أو كذاب وسائر الناس فروي عنهم. وخرج أبو بكر الخطيب بإسناده عن ابن معين أنه سئل عن رجل حدث بها حديث منكرة، فردها عليه أصحاب الحديث إن هو رجع عنها، وقال: ظننتها، فأما إذا أنكرتموها ورددتموها علي فقد رجعت عنها. فقال: لا يكون صدوقا أبدا، إنما ذاك الرجل يشتبه له الحديث الشاذ والشيء فيرجع عنه، فأما الحديث المنكرة التي لا تشتبه على أحد فلا. فقيل ليحيى: فيما يبريه؟ فما يبريه؟ قال: يخرج كتابا عتيقا فيه هذه الأحاديث، فإذا أخرجها في كتاب عتيق فهو صدوق، وقد شبه له فيها، وأخطأ كما يخطئ الناس، ويرجع عنها وإن لم يخرجه فهو كذاب أبدا. وقد ذكرنا فيما تقدم عن ابن المبارك أن الحديث لا يكتب عن غلاط لا يرجع، وعن أحمد أن الحديث لا يكتب عن رجل يغلط فيرد عليه فلا يقبل، محمد بن عبيد الله العرزمي. وأما محمد بن عبيد الله العرزمي الذي روى عنه شعبة وروى عنه سفيان أيضا، فهو ابن أخي عبد الملك ابن أبي سليمان المذكور قبله، وكان شريك ينسبه إلى جده تدليسا إلى جده تجريد التدليسا، فيقول: حدثنا محمد بن أبي سليمان، وقد تركه ابن المبارك، وكان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه. وقال: قال يحيى: سألته فجعل لا يحفظ ما فأتيته في كتاب فجعل لا يحسن يقرأ. قال وكيع: ورجل صالح ذهبت كتبه،
فكان يحدث حفظا فمن ذاك أوتي. وقال ابن نمير فهو رجل صدوق ولكن ذهبت كتبه وكان رديء الحفظ. فقال ثم فمن ثم أنكرت على أنكرت حديثه وضعفه ابن معين وقال ليس بشيء ولا يكتب حديثه. وقال الفلاس والنسائي متروك الحديث. وقال ابن عدي عامة رواياته غير محفوظة. وقال ابن حبان كان صدوقا إلا أن كتبه ذهبت وكان رديء الحفظ فجعل يحدث من حفظه ويهم فكثر المناكير في رواياته. وأبو الزبير المكي وأمزه أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي فإن شعبة ترك حديثه واعتل بأنه رأه لا يحسن يصلي وبأنه رأه يزن ويسترجح في الميزان في الوزن وبأن رجلا أغضبه فافترى عليه وهو حاضر. وهذا مما أيضا لم يوافق الأئمة شعبة عليه. فأبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي ثقة كان من أحفظ الناس لحديث جابر قد احتج به الإمام مسلم وأهل السنن وعلق له البخاري. وأما ما ذكره عنه شعبة فهذا ليس بقادح. وشرح غير واحد من الحفاظ ما ذكره شعبة وتأولوا لأبي الزبير مسألة الميزان. قال جماعة لعله زاد فيه لم ينقص. وأيضا لم يثبت هذا من وجه واضح وما هو المقصود. أما كون رآه لا يحسن أن يصلي فهذا قد استبعده غير واحد من الأئمة. فإن أبا الزبير كان من الملازمين لجابر والضابطين لحديثه وهديه وسمته وخاصة أن أبا الزبير مكي وكان أهل مكة من أحسن الناس اقتداء بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعبة وفي صدري لأبي الزبير عن جابر 400 حديث والله لا حدثت عنه حديثا أبدا ولم يذكر عليه كذبا ولا سوى حفظ. وقد اختلف العلماء فيه. قال المرودي سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن أبي الزبير فقال روى عنه قوم واحتملوه روى عنه أيوب وغيره إلا أن شعبة لم يحدث عنه. فقلت هو لين الحديث فكأنه لينه. قلت هو أحب إليك أو أبو النضرة أو أبو نضرة أبو نضرة أو أبو نضرة. قال أبو نضرة أحب إلي. انتهى. وتكلم فيه أيوب أيضا. قال ابن المديني حدثنا سفيان وتحدثنا أيوب حدثنا أبو الزبير وهو أبو الزبير يغمزه. كذا أخرجه العقيلي من طريق البخاري عن علي. وهذا خلاف ما فسر به الترمذي أنه عنا حفظه وإتقانه. وخرج ابن عدي هذا الأثر عن من طريق الترمذي عن ابن أبي عمر عن سفيان وعنده قال سفيان هذه نقيصة. وهذا خلاف ما وجدنا في نسخ كتاب الترمذي. وقال عبد الله بن أحمد قال أبي كان أيوب يقول حدثنا أبو الزبير وأبو الزبير وأبو الزبير أبو الزبير. قلت لأبي كأنه يضعفه قال نعم. وخرج العقيلي من طريق أبي عوانة قال كنا عند عمرو بن دينار جلوسا ومعنا أيوب فحدثنا أبو الزبير بحديث فقلت لأيوب تدري ما هذا؟ وقال هو لا يدري ما حدث أدري هذا. وهذا يدل على أن أيوب كان يغمزه لأنه كان يقويه لا أنه كان يقويه. وخرج العقيلي من طريق أبي داود أن أنبأنا رجل من أهل مكة قال ابن جريج ما كنت أرى أن أعيش حتى أرى حديث أبي الزبير يروى. ومن طريق نعيم بن حماد بن حماد قال سمعت سفيان يقول حدثني أبو الزبير وهو أبو الزبير كأنه يضعفه. وروى عبد الجبار ابن العلاء حدثنا ابن عيينة حدثني عمرو بن دينار وأبو الزبير وعمرو بن دينار أوثق عندنا من أبي الزبير. وقال ابن خراش وحدثنا زيد بن أخزم حدثنا أبو عاصم سمعت ابن جريج يقول إن أبا الزبير اتخذ جابر مطية وقد وثقه ابن معين. وقال أحمد في رواية أبي ابن هانئ
هو حجة أحتج به. وقال يعلى بن عطاء المكي حدثنا أبو الزبير المكي أكمل الناس عقلا وأحفظه. وقال ابن عدي كفى بأبي الزبير صدقا أن يحدث عنه مالك، فإن مالكا لا يحدث إلا عن ثقة، ولا أعلم أحدا من الثقات تخلف عنه إلا وقد كتب عنه وهو في نفسه ثقة صدوق لا بأس به. انتهى. خرج حديثه مسلم وخرج له البخاري مقرونا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: أقسام الحديث عند الترمذي. قال أبو عيسى: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث الحسن، وإنما أردنا به حسن إسناده. عندنا كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. لا، لكن ينبغي التنبه أن الترمذي رحمه الله تعالى عرف في هذا الموضع الحديث الحسن، ونحن نشير إلى مسألتين مهمتين. الأولى أن أبا عيسى عرف الحسن المجرد الذي لم يقترن بلفظ غريب ولا بلفظ صحيح. التنبيه الثاني أن الترمذي رحمه الله تعالى لم يحكم على هذا النوع، وهذا مما غلط في طوائف وينسبون إلى الترمذي بأنه حسن بمعنى صححة، وهذا غلط، والغلط في هذا أكبر من الأول، وهو الذي درج عليه علماء القرون الوسطى والمتأخرون، فيأتون إلى الأحاديث التي قال عنها الترمذي حسن فيقولون رواه الترمذي وحسنه بمعنى القبول، وهذا غلط، لأن الترمذي قال حسن ولم يقل بأنه مقبول، ولا جاء عن الترمذي رحمه الله تعالى أنه اصطلح على أن الحسن صحيح. وغاية ما في الأمر أنه عرف الحديث الحسن، وهذا من الأمور المهمة، لأنه خلق في هذا غلط في هذا الجانب. يقول حسنه الترمذي، والترمذي رحمه الله تعالى إذا قال عن الحديث حسن له مراتب. المرتبة الأولى إذا قال حسن صحيح فهذا يعني أنه مقبول عنده، قد يكون مقبول عند غيره وقد لا يكون مقبولا عند غيره. النوع الثاني إذا قال الترمذي حسن غريب، فهذا أولا لا يدخل في التعريف الذي عرف به الحسن، لأن الترمذي يقول وهذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه، وقد عرف الحديث الحسن بأنه جاء من غير وجه، ولا تناقض كما يقول بعضهم، ما في تناقض، إنما الترمذي عرف الحديث الحسن إذا أفرده، وهذا النوع غالبا ما يكون ضعيفا، وهذا النوع غالبا ما يكون ضعيفا. الحالة الثالثة إذا قال الترمذي حسن ولم يقل غريب ولا صحيح، فهذا هو الذي جاء من غير وجه، وهذا لم يحكم عليه الترمذي بحكم، ولا يصح القول بأنه حسن بمعنى صححه، لأن هذا لم يقله أبو عيسى، ومن قاله فإنما هذا الشيء فهمه، وهذا من كيسه لا من كيس أبي عيسى، وهذا ينظر فيه، قد يكون مقبولا وقد يكون ضعيفا أيضا.
ولا ننسب لأبي عيسى بأنه حسن بمعنى صححة، إنما نخبر عنه بأنه قال عنه حديث حسن بمعنى أنه قد روي من غير وجه ولم يكن في إسناده لا كذاب ولا متهم ولم يكن معلولا فقط. الترمذي عرف بهذا، أكثر من هذا ما في أكثر من هذا. نعم. وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث غريب، فإن أهل الحديث يستربون الحديث بمعاني، رب حديث يكون غريبا لا يروى إلا من وجه واحد، مثل ما حدث به محمد بن سليمة بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه عن قال قوقل. ذكر الترمذي أن الحديث الغريب أو أن العلماء يستغربون الحديث لعدة معاني، وذكر مثالا أولا هنا ما روى محمد بن سلمة عن أبي العشراء. أبو العشرة، العشرة هذا قيل اسمه أسامة وقيل غير ذلك. قال البخاري رحمه الله تعالى في اسمه وفي سماعه نظر، وقد لينه البخاري رحمه الله، وقال أحمد في حديثه عندي نظر، وقد أنكر غير واحد من الحفاظ حديثه. ومع كل هذا يقول ابن حجر في التقريب مجهول، وهذا غلط. أبو العشرة ليس بمجهول، أبو العشرة ضعيف ولا يحتج بشيء من مروياته. الغرابة لا تلازم الضعف، فقد يكون الحديث غريبة ويكون صحيحة، وقد يكون غريبة ويكون ضعيفة. مثل لنا بالغريبة الصحيح حديث أننا أعمال بالنيات، من رواه؟ عن محمد بن ربيعة التيمي عن علقة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. من خرجه؟ نعم. أكثر من التصانيف. نعم. أكثر من التصانيف. يعني قول الستة مثلا. ستة. نعم. هذا حديث غريب صحيح. مثال ثاني غريب صحيح. غريب صحيح. الحديث بعض الحديث العلاء عبد الرحمن عن أبي يتفرد بها. وما شر ذاك الحاكم. في حديث الصحيحين غريب وهو صحيح. صحيحين غريب وصحيح. هذا حديث متفق عليه غريب وصحيح. في حديث ابن الصحيح غريب وصحيح. ما ختم به البخاري حديث ابو هريره كلمتان خفيفتان على اللسان كلمتان غرابتان خفيفتان في اللسان سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. ما وجه الغرابه في هذا؟ هو ايضا حديث فرد غريب وصحيح. حديث ابي هريره طبعا الصحابي. نعم. والراوي عن ابي هريره من هو؟ طيب على أي أساس إذا قلت قيل؟ جيد. طيب وجه الغرابة كيف نفهم؟ الأخ قال غريب لأنه تفرد به كذا، أنت تقول في تفرد. جيد. التفرد من الصحابي ولا من هو القعقاع بن عمرو عن أبي زرع. أنا بزرع بن عمرو بن جرير. هذا وجه التفرد وجه الغرابة. جيد. في مثال ثالث بن عمرو بن حاط عن أبي يونس عن أبي هريرة ولد ناس محمد بن بيت لا يسمع به أحد من هذين الصحيح مسلم. طيب حديث الرابع في الصحيحين عن بيع الولا وعن هبته. نعم. من الراوي عن ابن عمر؟ طيب إذا أخذنا أمثلة الآن غريبة على الصحيح، نريد أمثلة غريبة على الضعيف. أمثلة غريبة على الضعيف، نحن أخذنا الآن الصحيح، أمثلة غريبة على الضعيف. حديث عبد الرحمن بن مغرة عن الأعمش عن أبي زبير عن جابر أتمنى الصحة يوم القيامة لو قرب بالمقارنة. ما وجه الغرابة؟ تفرد به عبد الرحمن بن مغرة ثقات الروح عن الأعمش عن طلح بن مصرف عن نسر من قبل. جيد.
طيب ما في حديث غريب ككل، يعني غريب من حيث الاسناد ما في مخالفه، الله ما في تفرد فقط. نعم هذا حديث غريب، حديث العلاء بن عثمان بن يعقوب الحرق من أولام عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صمت شعبان فلا تصوم، أنكره أبو حاتم والبخاري وأحمد بن حنبل وآخرون. نعم. ما حدث به محمد بن سلمة عن أبو العشراء أبيه قال قلت يا رسول الله ما تكون الذكاة إلا في الحلق أو واللبة واللبة واللبة، فقال لو طعنت في فخذها أجزأ عنك. فهذا حديث تفرد به محمد بن سلمة عن أبي العشراء، ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه إلا هذا الحديث، وإن كان هذا الحديث مشهورا عند أهل العلم فإنما اشتهر من حديث عن محمد بن سلمة ولا نعرفه إلا من حديثه، ورب رجل من الأئمة يحدث بالحديث لا يعرف إلا من حديثه، فيشتهر الحديث لكثرة من روى عنه، مثل ما روى عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار، روى عنه عبيد الله بن عمر وشعبة وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن عيينة وغير واحد من الأئمة، وروى يحيى بن سليم على هذا الحديث عن عبد الله بن عن عبيد الله بن عمر ابن عمر عن نافع عن ابن عمر، فوهم فيه يحيى بن سليم، والحديث الصحيح هو عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، هكذا روى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وروى المؤمل هذا الحديث عن شعبة فقال شعبة وددت أن عبد الله بن دينار أذن لي حتى كنت أقوم إليه فأقبل رأسه. اعلم أن الترمذي تقسم في كتابه هذا الحديث إلى صحيح وحسن وغريب، وقد يجمع هذه الأوصاف الثلاثة في حديث واحد، وقد يجمع منها وصفين في الحديث، وقد يفرد أحدها في بعض الأحاديث، وقد نسب طائفة من العلماء الترمذية إلى التفرد بهذا التقسيم، ولا شك أنه هو الذي شهرت عنه هذه القسمة، وقد سبقه البخاري إلى ذلك كما ذكره الترمذي عنه في كتاب العلل أنه قال في حديث البحر هو الطهور ماؤه، هو حديث حسن صحيح. وإنه ينبغي أن نعرف، قلنا قبل قليل أولا الترمذي عرف الحسن ولم يعطه حكمة، فعلى هذا الترمذي ما جعل الحسن قسيما للصحيح، وهذه مسألة مهمة ينبغي التفطن لها، بخلاف المتأخرين جعل الحسن قسيما للصحيح واصطلحوا على معاني معينة، وهذا غير موجود في عصور السلف. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن ما جاء على ألسنة السلف كالبخاري وأحمد وآخرين بأنه حديث حسن لا يقصدون الحسن الاصطلاحي، ولا يعرف هذا عن أحد منهم. أمر ثالث مهم، الصواب فيه أن الحديث ينقسم إلى قسمين، مقبول وغير مقبول. الحديث ينقسم إلى قسمين، مقبول وغير مقبول. فالمقبول عند الأوائل هو الصحيح وهو مراتب كثيرة، وعند المتأخرين جعل الحسن قسيما للصحيح، وإذا قال إسناد جيد ولا بأس به ونحو ذلك. وغير المقبول هو المردود، سواء كان موضوعا أو ضعيفا جدا أو ضعيفا، هذا كله مردود. وتقسيم الحديث إلى قسمين مقبول وغير مقبول هو واضح جدا، والاقتصار على المقبول بأنه صحيح أحسن من حسن، والصحيح مراتب. ولنا الذين يقسمون الحديث إلى صحيح وحسن دائما ما يستدركون على الأوائل، يقول هذا حسن ليس بصحيح، فكأنهم يحاكمون الأوائل إلى مذاهبهم، وهذه سقطة علمية عظيمة جدا، تحاكم الأئمة إلى قولك. ومن تأمل في التعليق الذي علق على كتاب ابن القطان الوهم والإيهام لا يكاد يمر بحديث يقول عنه ابن القطان صحيح، يقول لا هذا حديث حسن، وأكثر من ذلك حيث يمل القارئ وهو يقرأ هذه التعليقات، فهو يريد يحاكم الأوائل على مذهبه. لا فرق على الصواب بين حسن وبين صحيح،
لكن نقول نحن أن الصحيح مراتب، شيء ذروة وشيء أقل المراتب، وكله صحيح، لأن المقصود الإشارة إلى أنه مقبول. وعلى هذا أقول أن الحسن الاصطلاحي الذي هو قسيم للصحيح هذا لا يعرف عن السلف أبدا، هذا لا يعرف عن السلف أبدا، ولا يستطيع أن يثبت لا عن أبي عيسى ولا عن غيره، هذا غير معروف، إنما اصطلع عليه الأواخر لا الأوائل. ومن هنا نشأ غلط عظيم في التصحيح وخلط، تجد مثلا الأواخر كالنووي ومن جاء بعده إلى هذا العصر يقول حسنه الترمذي، يعني إشارة إلى أنه صححه، وهذا غير صحيح. أين حسن الترمذي صححه؟ الترمذي عرف الحسن وكما تسمعون، بس قال هذا الحسن، ما قال مقبول. أنت وفي ذاكرتك واصطلحت على معنى معين في الحسن، فأردت أن تحمل كلام الأوائل على ما في ذاكرتك لا على ما هو واقع في نفس الأمر، هذا لا يعرف عن الأوائل أبدا. وهذا هو الذي أوجب الآن تصحيح الموضوعات والمتروكات، حتى في من ألف في الحديث الصحيحة أو صار صحيحة إلى حدود 50,000. أنا ما لا يمكن شخص يصل بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 حديث. نعم. وقد سبق البخاري إلى ذلك كما ذكره الترمذي عنه في كتاب العلل أنه قال في حديث البحر هو الطهور ماؤه، وهو حديث حسن صحيح، وأنه قال في أحاديث كثيرة هذا حديث حسن. وكذلك ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال في حديث إبراهيم بن أبي شيبان عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أبي إدريس عن عبد الله بن حوالة عن النبي صلى الله عليه وسلم تجندون أجنادا الحديث تجندون أجنادا، هذا حديث صحيح، هو حديث عبد الله بن حوالة خرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه، وقد صححه جمع من الحفاظ، هو من أعظم الأحاديث الواردة في فضائل أهل الشام. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فإن أخيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. نعم. قال هو حديث صحيح حسن غريب، وقد كان أحمد وغيره يقولون حديث حسن صحيح، وأكثر ما كان الأئمة المتقدمون يقولون في الحديث أنه صحيح وغريب ضعيف، ويقولون منكر وموضوع باطل. وكان الإمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف الذي لم يرد خلافه، ومراده بالعض الضعيف قريب من مراد الترمذي بالحسن، وقد فسر الترمذي ها هنا مراده بالحسن، وفسر مراده بالغريب، ولم يفسر معنى الصحيح. ونحن نذكر ما قيل في معنى الصحيح أولا، ثم نشرح ما ذكره الترمذي في معنى الحسن والغريب إن شاء الله تعالى. والصحيح من الحديث ومعناه، أما الصحيح من الحديث وهو الحديث المحتج به فقد ذكر الشافعي رحمه الله تعالى شروطه بكلام جامع. قال الربيع قال الشافعي ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا منها أن يكون من حدث من حدث به ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه، عاقلا لما يحدث به، عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، أو أن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه ولا يحدث به على ما على المعنى، لأنه إذا حدث على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدري لعله يحيل الحلال إلا الحرام، وإذا أدى بحروفه ما لم يبقى، وإذا أدي بحروفه لم يبقى وجه يخاف فيه حالة الحديث، حافظا إن حدث من حفظه، حافظا لكتابه إن حدث من كتابه، إذا شرك أهل الحفظ حديث وافق حديثهم بريئا من أن يكون مدلسا يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه، أو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يحدث ثقاته في خلافه، ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهي بالحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من انتهى به إليه دونه، لأن كل واحد مثبت لمن حدثه. هذا تقدم شيء كثير من هذا القبيل. بدأنا أولا بشرح شروط الحديث الصحيح، وهي كم؟ خمسة. ما هي؟ يكون متصلا بنقل عدل الضابط،
عن مثله أن يفسد من الشذوذ من العلة. وتشرحنا معنى ضابط. ما معنى ضابط؟ تام الضبط. ما معنى الضبط؟ وهو ما تحدث عنه الآن. هو تحدث عنه وهو بمناسبة هذا ذكرنا هذا. نعم. ضبط نوعان. ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر أن يكون حافظا. ضبط الصدر يكون حافظا. ضبط الكتاب أن يعرف خطه وأن يعرف خطه ويعي ما كتبه. ما كتبه. طيب متى نقبل هذا ومتى نقبل هذا؟ ضبط الصدر إذا كان حافظا قليل الخطأ لا يغلب عليه الخطأ ما في ما متى نقبله طيب؟ نقول إذا كان ثقة أو إذا كان صدق. إذا كان ثقة طبعا الصدق هو الثقة. إذا كان ثقة نقبل. طيب لو حدث صاحب الكتاب من حفظه نقبله؟ لا صاحب الكتاب من حفظه لا بد من كتاب. طيب والحافظ ذا لو حدث من كتاب ليس له كتاب وهو إذا كان حافظا خلاص يقبل. طيب حدث من كتابه وضابط الكتاب أيضا ما له كتاب أتحدث منه. طيب ليش ما فصلت؟ لا إذا كان حافظ ما يحتاج أن يغلب. طيب متى نقبل الحافظ متى نقبل صاحب الكتاب؟ صاحب الكتاب إذا لم يكن حافظ من كتابه وكتابه مضبوط فلا يقبل. أما الذي يحفظ في صدره فإنه يقبل. طيب لو جاءنا كتاب من واحد قال هذا كتاب فلان نقبله؟ إذا كان يعني تحقق أن الكتاب فلان وأنه مضبوط وأن اللي معه أعطاه إذا صار له كتاب. إحنا قلنا ليس له كتاب. كان يحفظ إذا اللي يحفظ وليس له كتاب جاءنا من كتابه فالأصل نرده لأن هذا ليس له كتاب ولا نقبله. نقبل إذا حدث من حفظ لا غير لأنه حافظ وليس له كتاب. يحفظ ويحدث له كتاب المحمد. المحمد له كتاب المسند كله كتاب. نعم. أو إذا من انتهى إليه من دونه لأن كل واحد مثبت لما حدثه ومثبت على من حدث بعن أن قال ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه كما يكون من أكثر الغلط من أكثر إذا كان عنده شيء في حفظه ولم يكن له أصل صحيح فهذا لا يقبل حديثه لأنه قد يدخل عليه في كتاب ما ليس من حديثه ولا يدري لأنه غير ضابط وغير متقن. وهذا مثل سفيان بن وكيع وقد تقدم أنه سيء الحفظ وادخل عليه في كتابه فنصح ولم ينتصح فترك حديثه بخلاف العقيلي رحمه الله تعالى لما كان يتقن ويضبط وامتحنه أصحابه بشيء من كتابه قرأوا عليه بدأ يصحح هذا من حديثه هذا ليس حديثه هذا غلط وهذا صواب فهذا على الحاضرون لحفظه وجلالة قدره وعظيم منزلته كما يكون من أكثر الغلط من أكثر الغلط في الشهادات لم تقبل شهادته قال وأقبل الحديث حدثنا فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسا ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته وليست تلك العورة بكذب فيرد بها حديثه ولا على النصيحة في الصدق فنقبل منهم ما قبلناه من أهل النصيحة في الصدق فقلنا لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول حدثني أو سمعت وقد تقبل قد تقدم قبل غير شرحه وأن الثقة الموصوف بالتدليس يقبل حديثه ولو بالعنعنة وأنه لا يعرف عن الأوائل أبدا ولو بمثال واحد أنهم أعلوا حديث الموصوف بالتدليس بمجرد العنعنة وكان الأوائل يفرقون بين التدليس وبين العنعنة قد تضمن كلامه رحمه الله تعالى أن الحديث لا يحتج به حتى يجمع رواته من أولهم إلى آخرهم شروطا أحدها الثقة في الدين وهي العدالة وشروط العدالة مشهورة معروفة في كتب الفقه وتقدم شرحها وأنهم كانوا يقصدون العدالة الظاهرة لا العدالة الباطنة بدليل تخريجهم عن أهل البدع والثاني المعرفة بالصدق في الحديث ويعني بذلك أن يكون الراوي معروفا بالصدق في روايته فلا يحتج بخبر من ليس معروف بالصدق كالمجهول الحال ولا من يعرف بغير الصدق وكذلك ظاهر كلام الإمام أحمد أن خبر مجهول الحال لا يصح ولا يحتج به تقدم عندنا المجهول والتفصيل فيه وأنه يقبل تارة ويرد تارة أخرى متى يقبل ومتى يرد المجهول
في بعض القرائن الشيخ تدل على قبول مثل أن يكون من كبار التابعين، فالجهالة في مثلهم تغتفر ما لم كما ذكر الذهبي. طبعا هذا قرينة، نعم، من القرائن هذه ومن القرائن الأخرى الأهم أن يروي عنه كبار الحفاظ مثل سفيان وشعبة. صحيح، لكن لو قيد هذا بأنه يروي عنه من لا يروي عن الضعفاء المتركين، إذا كان يروي عن الضعفاء المتركين قد يكون هذا من جملة الضعفاء من جملة المتركين. الأمر الثالث لا يتفرد بأصل، ألا يتفرد بأصل. الرابع أن يكون ممن سكن الحجاز، لأن ظهر فيه مسلط بخلاف من سكن البصرة والكوفة. نعم، هذا قاله بعض العلماء، ولكن جمع العلماء ما اشترطوا هذا، ولكن اشترطوا آخر يجمع الأمرين. قالوا يستقيم مرويه، قال يستقيم مرويه بحيث يجمع الناحيتين، هذه وهذه. نعم، أن تكون من النساء كما قال الذهبي فإنه لا يعرف فيها متهمة ولا متروكة. طبعا هذا قول الذهبي حين قال عن النساء لا يعرف فيها متهمة متروكة، وهو في كتابه الميزان حشى كتابة من المجاهيل النساء، وكثير من العلماء يقبل ذلك، ولكن ما نقبل المرأة لم تكن معروفة. وذاك حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت النفساء، أو قالت عن موسى قال كانت النفساء تمكث على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 40 يوما، على مداره على موسى الأزدي. الصواب نضاعفه ونعن هذا الحديث بعلتين، موسى غير معروفة. الأمر الثاني تفردت بأصل، هل نقبله؟ هذا أصل في الباب، وقد تفردت به امرأة، لأنه قال لقائل يقول لا، الأصل في النساء أيضا عدم الضبط وقلة الحفظ، عدم الضبط وقلة الحفظ بخلاف الرجال، الأصل فيهم الضبط والأصل فيهم الحفظ، لأن الأصل في المرأة أن تنسى بخلاف الرجل، لا يقلب القضية. فلكن نحن نعتمد ذلك على الحفظ والضبط، وهذا علم حديث، يعني المرأة قد تقول مثلا أصل فيها العدالة بغير الرجل نشاهده، هذا باب آخر وأيضا له شروط وضوابط. لكن باب الحفظ الصواب يشترط الحفظ سواء كان في امرأة أو في غير امرأة، ودل على ذلك أن الأوائل يضعفون حديث في امرأة، ودل على ذلك البخاري نفسه في التاريخ الكبير لما ذكر حديث جسرة بنت دجاجة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل المسجد لا لحاض ولا لجنب، قال في التاريخ عند جسرة عجائب. نعم، هذا من عجائبها أن تتفرد بمثل هذا الخبر، ولن كان غير واحد من العلم هذا الخبر لتفرد جسرة به عند عجائب. كذلك حديث عائشة وأنها قالت أخبر زيد أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تفردت به امرأة فلا نقبل، وهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف ومعلول. وغير ذلك من الأدلة التي قد تفرد امرأة بأصل من الأصول فلا نقبله، لا بد أن نعرف أن امرأة فيها صدق وفي جلالة. نعم، نبني على القرائن صحيح. نعم، وكذلك ومن أصحابنا من خرج قبول حديثه على الخلاف في قبول المرسل. وقال الشافعي أيضا كان ابن سيرين والنخعي وغير واحد من التابعين يذهب هذا المذهب في أن لا يقبل إلا ممن عرف. قال وما لقيت ولا علمت أحدا من أهل العلم بالحديث يخالف هذا المذهب. الثالث والعقل لما يحدث به، وقد روي مثل هذا الكلام عن جماعة من السلف. ذكر ابن أبي الزناد عن أبيه قال أدركت المدينة 100 كلهم إمامون ما يؤخذ عنهم شيء في من الحديث يقال ليس من أهله، خرجه مسلم في مقدمة كتابه. وروى إبراهيم بن منذر أن حدثني ابن عيسى قال كان مالك يقول لا تأخذ العلم من 4 وخذ ممن سوى ذلك، لا تأخذ من سفيه معلن بالسفه وإن كان أروى الناس، ولا تأخذ من كذاب يكذب في حديث الناس وإن كان لا يتهم بها أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هوى، ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به. قال إبراهيم بن المنذر فذكرت هذا الحديث لابن طليف بن عبد الله اليساري مولى زيد بن أسلم فقال ما أدري ما هذا، ولكن أشهد أني سمعت مالك بن أنس يقول لقد أدركت بهذا البلد يعني المدينة مشيخة لهم فضل وصلاح وعبادة يحدثون ما سمعت من واحد منهم حديثا قط. قيل ولم يا أبا عبد الله؟ قال لم يكونوا يعرفون ما يحدثون. وروى ضمرة عن سعيد بن عبد العزيز عن مغيرة عن إبراهيم قال لقد رأيتنا وما نأخذ الحديث إلا ممن يعرف حلالها من حرامها وحرامها من حلالها، وإنك لتجد الشيخ يحدث بالحديث فيحرف حلاله عن حرامه وحرامه عن حلاله وهو لا يشعر. وقال محمد بن عبد الله بن عبد طبعا هذه قويل، تقدم قويل أخرى بخلاف هذا الأقويل، وهذا المذهب يذهب للطائف من العلماء حيث يقبلون في الحديث الفقيه الذي يميز بين الحلال وبين الحرام. تقدم أن هذا لا يشترط،
وبين هذا أيضا ابن رجب نفسه وأن بعض أهل الحديث لم يكن من أهل الفقه لكن كان من أهل الضبط. وفي من أهل الفقه من لا يحتج به بالحديث كأبي حنيفة مثلا هو من أهل الفقه وفي حديث ضعيف. إذا القضية ليست قضية فقه ولا معرفة للحلال والحرام إنما قضية قضية ضبط تحفظ بإتقان وتؤدي بإتقان. كذلك القضية ليست قضية تدين كما قال أبو حاتم رحمه الله تعالى إنا لنطعن في الرجال لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة منذ 200 عام. هذا الناس يتداولون حتى النساء تعرف أن ابن لهيعة ضعيف ورجل تقي صالح ويتداولون في الجانب الآخر فلان ثقة كعبيد الله بن موسى العبسي ورجل مبتدع ضال منحرف كان الإمام أحمد وهو لا يلعن أحد كان يلعنه وهم رجال الستة. قضية قضية ضبط وحفظ وإتقان. نعم. وقال محمد بن عبد بن عبد الله بن عمار الحافظ الموصلي وقد سئل عن علي بن غراب بن غراب فقال كان صاحب حديث بصيرا به فقيل له أليس وضعيفا قال إنه كان يتشيع ولست بتارك الحديث رواية عن رجل صاحب حديث ليبصر الحديث بعد لا يكون كذوبا للتشيع أو للقدر ولست براو عن رجل لا يبصر الحديث ولا يعقله ولو كان أفضل من فتح يعني الموصلي. وحكى الترمذي في علله عن البخاري قال كل من لا يعرف صحيح الحديث من سقيمه لا أحدث عنه وسمى منهم زمعة ابن صالح وأيوب ابن عتبة. معنى زمعة ابن صالح صدوق في حفظه شيء مختلف فيه زمعة ابن صالح لم يتفق العلماء على تضعيفه. نعم. وحكى الحاكم هذا المذهب عن مالك وابي حنيفة وحكى عن أكثر أهل الحديث الاحتجاج بحديث من لا يعرف ما يحدث به ولا يحفظه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى السادس أن لا يكون مدلسا فمن كان مدلسا يحدث عن من رأى بما لم يسمعه منه فإنه لا يقبل منه حديثه حتى يصرح بالسماع ممن روى عنه. وهذا الذي ذكره الشافعي قد حكاه يعقوب بن شيبة عن يحيى بن معين وقال الشاذكوني من أراد التدين بالحديث فلا يأخذ من الأعمش ولا عن قتادة إلا ما قال سمناه. وقال البرديجي تقدم عندنا تبين هذا أنه ليس قصده تعليل الحديث بالعنعنة أنما يرد من ذلك التثبت لأن هؤلاء يدلسون فإذا ثبت تدليسهم لم يقبل حديثهم. قدم أكثر من مرة بأن العنعنة ليست تدليسا. نعم. وقال البرديجي لا يحتج من حديث حميد حميد إلا ما قال حدثنا أنس ولا يعتبر ولم يعتبر الشافعي أن يتكرر التدليس من الراوي ولا يغلب عليه على حديثه بل اعتبر ثبوت تدليسه ولو بمرة واحدة. واعتبر غيره من أهل الحديث أن يغلب التدليس على حديث الرجل وقالوا إذا غلب عليه التدليس فلم يقبل حديثه حتى يقول حدثنا. وهذا قول ابن المديني. نعم. وتقدم أيضا ما عرف عن الأوائل أنهم يعلون حديث الموصوف بالتدليس بالعنعنة وهذه تصانيفهم موجودة وكتبهم مطبوعة لا يعرف عن أحد منهم أنه علّ حديث الموصوف بالتدليس بالعنعنة وإنما يعلون بالتدليس لا بالعنعنة وفرق بين التدليس وبين العنعنة. حتى يقول حدثنا. وهذا قول ابن المديني حكاه يعقوب بن شيبة عنه. وذكر مسلم في مقدمة كتابه أنه إنما يعتبر التصريح بالسماع ممن شهر بالتدليس وعرف به. وهذا يحتمل أن يريد به كثرة التدليس في حديثه ويحتمل أن يريد ثبوت ذلك عنه لا عوض وصحته فيكون كقول الشافعي. وفرقت طائفة من بين أن يدلس عن الثقات أو عن الضعفاء فإن كان يدلس عن الثقات فقبل حديثه وإن كان يدلس عن غير الثقات لم يقبل حديثه حتى يصرح بالسماع. وهذا الذي ذكره حسين الكرابيسي وأبو الفتح الأزدي الموصلي الحافظ وكذلك ذكره طائفة من صفاء فقهاء أصحابنا. وهذا بناء على قولهم بقبول المراسيل واعتبروا كثرة التدليس
في حق من يدلس عن غير الثقات. وكذا ذكر الحاكم أن المدلس إذا لم يذكر سماعه في الحديث في الرواية في حكم حديثه حكم مرسل. وهل هذا تنظير ولا الحاكم يورد في مستدركه أحاديث الموصوفين بالتدليس بالعنعنة ولا يعلها؟ وكل من ذكر أو ذكر عنه بأن حديث الموصوف بالتدليس لا يقبل حتى يقول حدثنا وأخبرنا لم يذكر عنه إعمال ذلك. هذا يفيد أحد أمرين، إنما أنهم يقصدون من غلب عليه التدليس، أو يقصدون بالعنعنة التدليس بمعنى أنه دلس لا أنه عنعن. وذلك بعض الأحيان يكون العنعنة من تصرفات الرواة، بدليل تجد الحديث في المسند من طريق ابن إسحاق عن الزهري قال عن الزهري، ثم تجد مثلا عند غيره قال حدثنا الزهري، هذا لأنه تصرفات الرواة. وكذلك أشار إليه أبو بكر الصيرفي في شرح تسارة الشافعي. وأما الإمام أحمد فتوقف في المسألة. قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الرجل يعرف بالتدليس في الحديث يحتج فيما لم يقل فيه حدثني أو سمعته، قال لا أدري. وأما من يدلس عمن لم يره فكيف حكم حديثه حكم المرسل وقد سبق ذكره، وما تصرح بالسماع أو قال حدثنا أو أنبأنا فهو حجة. وزعمه الطبري من الشافعية أنه لا يحتج بقول المدلس أن أنبأنا لأنه قد يكون إجازة، وهذا ضعيف. فإن مثله يتطرق إلى قوله حدثنا أيضا، فإن ذلك جائز عند كثير من العلماء في الإجازة كما سبق. ثم إن الإجازة والمناولة تصح الرواية بهما على ما تقدم، فيحتج بحديث من حدث بهما حينئذ. وأيضا فقد تستعمل حدثنا في الإرسال كما كان الحسن يقول حدثنا ابن عباس ويتأول أنه حدث أهل البصرة، ولكن هذا استعمال نادر والحكم الغالب. وأما قول الشافعي إن التدليس ليس بكذب يرد به حديث صاحبه كله، فهذا أيضا قول أحمد وغيره من الأئمة، لأن قول المدلس عن فلان ليس بكذب عن منه، وإنما فيه كتمان من سمع منه عن فلان، لأنه يتأولون المدلسون يتأولون كما يتأول من يقول حدثني من أثق به وحدثني الثقة كما يصنع ذلك الشافعي، وحدثني من أثق به ويقصد به إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وكذب، ولكن الشافعي يثق فيه وغيره لا يثق فيه كما يصنع ذلك مالك الموطأ حدثني من أثق فيه، لو كان ثقة لا أبرزه فلماذا يخفيه؟ ولكن هم يعتقدون ثقته ويخالفهم بذلك غيرهم من الأئمة، فهذا يكون عن تأويل. كذلك التدليس ويسقط الرواية بناء على أنه يستيقن ويغلب على ظنه أن هذا الحديث من حديث شيخه ولكنه ما سمع منه، رواه عنه بواسطة الضعيف، فيسقط الضعيف ويجعل الحديث عنه عن شيخه تأويلا بأن الضعيف هذا وإن كان ضعيفا لكن إما أنه يحسن الظن به وإلا أنه يعتقد أن شيخه قد قال هذا وهذا من أحاديثه، ولكن لم يأتي رياته ليلة من طريق الضعيف فيتأول. فعلى كل إذا ثبت تدليس الراوي يرد هذا الحديث بعينه ولا يرد حديثه مطلقا. نعم. وحكى الخطيب هذا القول عن كثير من العلماء، وعن بعضهم أنه كذب يرد به حديث صاحبه، وممن قال إنه كذب حماد بن سلمة وأبو أسامة، وقال شعبة وأخو الكذب، وقال مرة هو أشد من الزنا، وروى رزق الله ابن موسى عن وكيع قال لا يحل تدليس الثوب فكيف يحل تدليس الحديث. وهذا في التدليس من غير الثقات أشد. وقال أحمد بالتدليس أكرهه، قيل له قال شعبة هو كذب، قال أحمد لا قد دلس قوم ونحن نروي عنهم. وقال يحيى بن معين كان الأعمش يرسل، فقيل له إن بعض الناس قال من أرسل لا يحتج بحديثه، فقال الثوري إذا لا يحتج بحديثه وقد كان يدلس، إنما سفيان أمير المؤمنين في الحديث انتهى. والتدليس مكروه عند الأكثرين لما فيه من الإهام، وهو عن الكذابين أشد. وقد صرح طائفة من العلماء منهم مسلم في مقدمة كتابه
لأن من روى عن غير ثقة وهو يعرف حاله ولم يبين ذلك لمن لا يعرفه أنه يكون آثما بذلك، يريدون أنه فعل محرم، أنه فعل محرم. فإسقاط من ليس بثقة من الحديث أقبح من الرواية عنه من غير تبيين حاله. ورخص في طائف التدليس طائفة قال يعقوب بن شيبة من رخص فيه فإنما رخص فيه عن ثقة سمع منه، وأما من دلس عمن لم يسمع منه فلم يرخص فيه. وكذلك إذا دلس عن غير ثقة كذا قال يعقوب، وقد كان الثوري وغيره يدلسون عمن لم يسمعوا منه أيضا، فلا يصح ما قال يعقوب. وقول الشافعي رحمه الله تعالى وأقبل الحديث حدثني فلان عن فلان، إذا لم يكن مدلسا مراده أن تقبل العنعنة عمن عرف منه أنه ليس بمدلس. فإن الربيع نقل عنه أيضا قال في كلام الله لم يعرف التدليس ببلدنا ممن مضى ولا ممن أدركنا من أصحابنا إلا حديثا، فإن منهم من قبله، أما لم تركه عليه كان خيرا له. وكان قول الرجل سمعت فلانا يقول سمعت فلانا، وقوله حدثني فلان عن فلان سواء عندهم، لا يحدث واحد عن منهم عمن لقي إلا ما سمع منه، فمن عرفناه بهذا الطريق قبلنا منه حدثني فلان عن فلان، وإذا لم يكن مدلسا. وظاهر هذا أنه لا يقبل العنعنة إلا عمن عرف منه أنه لا يدلس ولا يحدث إلا عمن لقيه بما سمع منه. وهذا قريب من قول من قال إنه لا يقبل العنعنة إلا من ثبت أنه لقيه. وفيه زيادة أخرى عليه، وهي أنه اشترط أنه يعرف أنه لا يدل يعرف أنه لا يدلس عمن لقيه أيضا ولا يحدث إلا بما سمع. وقد فسره أبو بكر الصيرفي في شرح الرسالة باشتراط ثبوت السماع لقبول العنعنة، وأنه إذا علم السماع فهو على السماع حتى يعلم التدليس، وإذا لم يعلم سمع أو لم يسمع وقف، فإذا صح السماع فهو عليه حتى يعلم غيره. قال وهذا الذي قاله صحيح انتهى.